السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة سارة الشال، مدرس طب الأطفال في جامعة طنطا. النهاردة محاضرتنا عن الفيفر ويز راش. حقيقي ان الفيفر ويز راش دي common finding in pediatric patient، يعني انت لو جيت قعدت معانا في عيادة الأطفال هتلاقي حالات كتير جدا و very common presentation. الولد سخن وعنده راش على جسمه. طيب عشان نفهم يعني ايه فيفر ويز راش ونعرف نفرق بين أسبابهم، لازم نعرف ايه هي التايبس اوف راش اصلا، يعني هل كل الراش شبه بعض ولا انا اقدر افرق بعيني واقدر افرق بنظري بين انواع الراش. هناخد مقدمه سريعه. يعني ايه ماكيول؟ ماكيول اور ماكيول it's just a color change، زي ما انتوا شايفين في الصوره كده السكين مش ريزد ولا حاجه، هو just في color change. طيب البابيول، البابيول عباره عن ايه؟ البابيول هي بتبقى raised lesion اقل من 1 سنتي. طيب ماكيولوبابيولار راش بيبقى كومباينيشن اوف ماكيول اند بابيول. طيب البيربرا والبيتيكي، البيربرا والبيتيكي الاثنين عباره عن سب كيوتينيوس بليدنج، بس البيربرا بتبقى اكتر من 5 ملي، البيتيكي صغننه خالص اقل من 5 ملي. يعني البيتيكي بتبقى حاجه صغننه خالص زي ما انتم شايفين كده بالسهم، اصغر من 5 ملي. البيربرا بتبقى اكتر من 5 ملي. الايكيموزس بقى بتبقى على مساحه اوسع، ودي معناها subcutaneous bleeding زي في حالات الثرومبوسايتوبينيا او حاجة. الفيزيكل، يعني ايه فيزيكل؟ فيزيكل يعني حباية معبية مية خلاص، وبتبقى اقل من 1 سنتي زي ما احنا شايفين في الصورة كده. طب يعني ايه بولة؟ بولي برضو او بولي هو بيبقى برضو حباية معبية مية او ليجن معبي مية او يعني fluid filled vesicle بس اكبر من 1 سنتي. يعني الفيزيكل اصغر من 1 سنتي، البولي اكبر من 1 سنتي. طب يعني ايه باستيول؟ الباستيول بتبقى زي ما احنا شايفين كده، بتبقى pus filled vesicle جواها pus. طب يعني ايه انانسم؟ كل اللي فات ده اسمه اكزانسم. اكزانسم كلمة اكس يعني من بره، اللي هي بدايتها ان هو ظاهر على السكين من بره. انانسم الاي ان دي معناه ان هو من جوه خلاص، زي اللي احنا دي شايفين صورة بقة الميكوزة من جوه، والنقط البيضة اللي عليها اللي انا مشاورة عليها دي اسمها كومبلكس سبوتس، وهنعرف يعني ايه. طيب اول ما اجي اذاكر اي انفكشن او اقرا عنه لازم يبقى فيه هيكل عام اعرف اكتبه في الامتحان عشان ما اتلخبطش، لازم دماغي تبقى منظمه. فهنيجي نتكلم اول حاجه، لازم تعرف ايه هو الايتيولوجي بتاع نوع الانفكشن ده خلاص، هل هو فايرال، هل هو بكتيريال، ايه الكوزاتيف اورجانيزم. طب المود اوف انفكشن، الانفكشن ده بيتنقل ازاي؟ دروبلت، دروبلت يعني ايه؟ عن طريق كحه او عطسه او استخدام حاجه شخصيه، وده غالبا الاورجانيزم بتاعه بيبقى موجود في النيزو فارينكس. طيب فيكو اورال يعني ايه؟ الاورجانيزم موجود في الاستول. سكين تو سكين بالكونتاكت زي ما هنعرف في حالات التشيكن بوكس، التشيكن بوكس او الجداري بيبقى الليجن نفسها معدية باللمس. بارنترال حاجة بتتنقل بنقل الدم ومشتقاته زي الهيباتيتس بي وسي والاتش اي في. طبعا السكشوالي ترانسميتد ديزيز مش موجودة في الاطفال. السورس اوف انفكشن، لازم اعرف السورس، هل هو هيومن ولا انيمال؟ انا كل اللي هتكلم عنه هيومن، فلازم اعرف هو بيتنقل من كيس بس ولا كيس اور كارير. لازم اعرف الانكيوبيشن بيريود، يعني ايه انكيوبيشن بيريود؟ هي فتره الحضانه، هي الفتره من وقت العدوى لحين ظهور الاعراض. طب ودي هتفرق معايا في ايه؟ ازاي الام هتيجي تسالك هو مثلا قابل ابن خالته او ابن عمته التعبان من كام يوم، عايزه اطمن عليه يا دكتور، اعرف امتى ان انا اطمنت عليه؟ لازم تقول لها مثلا لو عدى اسبوع من وقت الاختلاط يبقى انت كده اطمنتي عليه. فلازم نعرف الانكيوبيشن بيريود امتى هتظهر الاعراض بالظبط. طب الانفكتيفيتي بيريود، طب الولد ده هيفضل معدي لاخواته قد ايه؟ هفضل عزلاه قد ايه في البيت؟ هقدر ارجعه حضانته امتى او مدرسته امتى؟ دي كلها اسئله الامهات بتسالها. طيب ايه هي كلينيكال بيكتشر؟ ودي هنعرفها. الكومبليكيشنز، الديفرنشال دايجنوزز بفرقه من باقي الفيفر ويز راش ازاي؟ الانفستيجيشن ازاي اقدر ااكد التشخيص؟ واخر حاجه التريتمنت، والتريتمنت لازم نبقى عارفين ان هو بينقسم الى prevention واكتف. يعني اول سطر هتكتبه في التريتمنت هو prevention of الانفكشن عن طريق avoid الاكسبوجر، وطبعا التطعيمات زي ما انتم عارفينها اكيد، يعني ميسلز فاكسين وهكذا. والاكتف تريتمنت بقى يعني الولد جاله دلوقتي اعمل معاه ايه؟ اعالجه ازاي؟ نيجي نتكلم على الفيرال انفكشوس ديزيز. اول حاجه هنبدا بيها هو الميسلز.
خلاص او الروبيولا ده اسم قديم. اول حاجه لو مشينا بالسكيم الايتيولوجي هو ميسلز فيروس، يبقى ده فايرال انفكشن، هو ار ان اي فيروس. المود اوف انفكشن هو دروبليت خلاص، والكونتامينيتد ارتكلز وسكريشن يعني كح عطس مسك حاجه بالسلايفا، اطفال بتلعب مع بعض السلايفا بتاعهم في اللعبه والتاني مسكها هيتعدى منه. الانكيوبيشن بيريود مهمه جدا من اسبوع لاسبوعين. والانفكتيفيتي بيريود الولد بيفضل معدي قد ايه، خلي بالك احنا بنشخصه من اول ظهور الريش، يعني هو زي ما هنعرف بيبقى سخن وتعبان بس عادي، كل معظم الانفكشنز بتيجي كده اول ما يظهر الريش بنشخصه. القصه بقى في الاربع ايام اللي قبل ظهور الريش دول هو كان معدي فيهم، فاي طفل قبله في الاربع ايام قبل ظهور الريش دول معناه ان هو وارد يكون اتعدى. فالانفكتيفيتي بيريود بتاعته 8 ايام، 4 قبل الريش و4 بعد الريش. الاتش بيبقى اكتر قوي من 9 شهور ل 23 شهر، بس دلوقتي الانسيدنس بتاع الميسلز قل جدا نتيجه طبعا الام ام ار فاكسين او الميسلز فاكسين اللي هو يعني اجباري دلوقتي في كل الاطفال، طبعا ما بقناش بنشوف حالات ميسلز. طب ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الميسلز انفكشن؟ هو سبيكتر، عندنا تيبيكال النس وفي الموديفايد بارشال اميون، او لو طفل اميونو كومبرومايز هيجي في سيفير في اتيبيكال ميسلز. يعني هم اربع حاجات لما نقول لك الكلينيكال بيكتشر لازم تعرف الاربع حالات دول. الاتيبيكال ميسلز دي كان بالكيلد فاكسين زمان، كان زمان قبل الليف اتنيويتد كان في كيلد فاكسين بيعمل فيفر ونمونيا واديما وهيباتيك انسلت. طيب التيبيكال ايلنس بتاع الميسلز بيبدا الاول ببرودرومال ستيج، حوالي 3 ايام كده تلاقي الولد سخن، وسخن يا جماعه هاي جريد فيفر، يعني الفيفر بتاعت الميسلز ده فيروس قوي جدا، هاي جريد فيفر وتعبان، كاف وكورايزا وكونجنكتيفايتس. الطفل اللي عنده حصبه لازم هيكون عنده كحه ومرشح، كورايزا دي يعني مرشح مناخيره مرشحه، في نزل ديسشارج وكونجنكتيفايتس بيدمع. التلاته دول اساسي في الميسلز، بيكح ومرشح وبيدمع، ده اساسي. زي ما احنا شايفين صوره البنت دي التيبيكال، شايفين عينيها الكونجنكتيفايتس، شايفين يعني باين عليها وبلوك دراني نوز، ده باين عليها جدا. طيب الكومبلكس سبوتس دي هايلي دايجنوستيك اوف ميسلز وبتظهر يومين قبل الريش. دول يا جماعه بتظهر في البقه الميكوزا من جوه، يعني ده الخد التشيكس من جوه قدام السكند مولر توث، شايفين الحبيبات البيضة دي خلاص كانك حاطط ملح على ترابيزه او حاجه، هي دي اسمها كومبلكس سبوتس ودي باثوجنومونيك اوف ميسلز. طيب نيجي نتكلم على الاكزانسيف او الايروبتيف ستيج، يعني هو الاول برودروما فضل يسخن وعينه ترشح وعينه قصدي تنزل ديسشارج ومناخيره مسدوده ومرشح وبيكح. اول ما هنشخصه هنبدا بقى بالريش. الريش بيظهر من يومين لاربعه بعد الفيفر خلاص. الريش بيبقى ماكيلو بابيلور، لازم تفتكر الكلمه دي، هو لا فيزيكال معاه بميه ولا حاجه، هو ماكيلو بابيلور. بيبدا اهم مكان له بيهايند الايرز، ورا ودانه، يبدا ورا ودانه الام تلاحظ، وبعدين في الفورهيد، وبعدين يبدا ينزل على جسمه كله ما عدا البالمز والسولز. يعني شايفين ما شايفين الجسم اهو الصوره اللي قدامكم كل الجسم عليه ماكيلو بابيلور ريش. الريش بيقعد من 5 ل7 ايام وفيدز ان ذا اوردر اوف ابييرنس. طيب هنيجي نتكلم في حاجه اسمها موديفايد ميسلز، يعني ايه؟ لو ولد واخد التطعيم وتعرض تاني مثلا حاجه اسمه بارشال اميون بيبقى زيه بس مايل إلس خلاص. طيب في الاميونو كومبرومايزد، لو طفل بقى اميونو كومبرومايزد مثلا عنده اميون ديفيشنسي او اندر كورتيكوستيرويد ثيرابي وخد الميسلز انفكشن وهو مش متطعم، ده بيبقى سيفير ويوجوالي فيتال. اتيبيكال ميسلز كان زمان، كان قبل كده قلنا في كيلد فاكسين كان بيحصل لهم فيفر ونمونيا واديما وهيباتيك انسر. طب ايه الكومبليكيشن بتاعت الميسلز؟ هو الكومبليكيشن بتاعت اي فيرال انفكشن عموما بيبقى جسبه، هو اصلا الميسلز قلنا موجود في النيزوفارنكس، هيروح يعمل اوتيتس ميدي ودي اشهر كومبليكيشن له. نمونيا دي هي كومونست كوز اوف ديث، الميسلز يا جماعه فيروس قوي جدا جدا جدا، يا اما الميسلز نفسه هيروح يهاجم اللنج يعمل ميسلز فيروس نيومونيا واسمها هيخت نمونيا، او مع احنا عارفين بعد الفيرال انفكشن بيحصل سكندري بكتيريال انفكشن فيعمل لك نيومونيا عن طريق سكندري بكتيريال انفكشن، او ان الولد اصلا اميونو كومبرومايزد وفي تيوبيركلوس فوكس عمل لها فليرنج او اكسسربيشن، واذر ريسبيرتوري كومبليكيشن هيضرب اي حاجه بقى في سكته، ساينوسايتس برونكايتس لارينجايتس اي حاجه.
طيب نيورولوجيك كومبليكيشنز كمان. طب احنا خلصنا الشيست، ايه اللي هيودي البرين؟ هو خلاص دخل الجسم بقى وماشي في كل حته. المشهوره قوي الانكيفالايتس. طب الانكيفالايتس بتحصل ليه؟ يا اما الفيروس لوحده كده راح دخل ضرب البرين خلاص، يا اما اميونولوجيك ميكانيزم. اميونولوجيك ميكانيزم يعني ايه؟ بتبقى متاخره شويه بعدها باربع لسبعه ايام بيتريجر الاميون ريسبونس وبيعمل حاجه زي اوتو اميون انكيفالايتس او حاجه تروح عامله لي برده انكيفالايتس. وفي حاجه مشهوره قوي اسمها سب اكيوت سكليروزنج بان انكيفالايتس، دي تاخدوها في النيورولوجي، بتبقى سلو بيرسيستنت فايرال انفكشن، بيبقى حوالي بقى سنين بعدها، من حوالي 10 سنين ل 8 سنين بعد الميسيز انفكشن الفيروس بيفضل، اسمها سب اكيوت سكليروزنج، بيفضل موجود في البرين وسلو انفيجن البرين لحد ما فجاه يعمل لك السب اكيوت سكليروزنج بان انكيفالايتس دي. برضه ممكن يعمل كل حاجه بقى، هيهيج الاميون ريسبونس، هيعمل جوايان باري سيندروم، ثرومبوفليبايتس ممكن يحصل له برضه. احنا قلنا الميسلز قوي جدا والفيروس القوي مع طفل مينو كومبرومايز ممكن يدخله في دي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجيليشن زي ما تاخدوها في الهيماتولوجي، عباره عن كاسكيد من ثرومبوزس مع هيموريج، فيظهر لك البلاك او الهيموراجيك ميسلز زي ما احنا شايفين كده، او ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، الصوره دي بلاك اهو شايفين البيربرا والاكيموزس والبيتيكي، خلاص نزيف تحت الجلد ده خلاص حاله يعني تيرمينال. اي تي بي او ثرومبوسايتوبينيك بيربرا قلنا نتيجه ان اي فايرال انفكشن بيهيج الاميون سيستم، وتعرفين طبعا الميكانيزم بتاع الاي تي بي اللي هي اوتو اميون بتضرب الميجا كاريوسايتس الموجوده في البون مارو. دي اي سي بيربرا فالمنانس جانجرين اوف الليج خلاص بقى ده ضاع. كاردياك كومبليكيشن بيعمل انفلاميشن تورنز اند كارديتس او بيريكارديتس. الميسلز لو جات لواحده حامل غالبا في تال مورتاليتي وموربيديتي، غالبا الطفل مش هيستحملها وهيحصل ابورشن. طيب ازاي اشخص طفل عنده ميسلز؟ اول حاجه ما تنسيهاش بكلينيكال بيكتشر، خلاص احنا قلنا فيفر وكورايزا وكاف وكورايزا وكاف وكونجنكتيفايتس وعنده كوبلكس سبوتس، وبعدين ظهر راش قلنا ان هو ماكلو بابيلور وبيظهر بيهايند الايرز وبعدين يمتد للجسم كله. طب هعمل له انفستيجيشن، يعني احنا حقيقه ما بنستخدمهاش في البراكتس كتير، بس بنعمل اللي هو الانتي بودي الميسلز اي جي ام، زي ما احنا عارفين الاي جي ام بتاع الاكيوت انفكشن والاي جي جي بتاع الاولد انفكشن. خلاص ده لو عايز احلف. والديفرنشال دايجنوزس اذر كوزس اوف فيفر ويز راش، طبعا الروبيلا بنت عمها، روزيولا، انتيرو فايروس، سكارلت فيفر ودراج اوبشن هنعرفهم كلهم. تريتمنت، ده تريتمنت بتاع انفكشن جنرال لاينز بدريست، طبعا ريح في البيت، ريح الطفل في البيت، هبدا اديله سيمتوماتيك وسبورتيف انتي بايريتكس طبعا عشان الهاي جريد فيفر، انتي تاسب عشان الكحه. المهم قوي عشان السكين ليجن هنا الاورال فيتامين ايه، بيبقى حوالي 400,000 انترناشونال، ده مهم جدا ما يتنساش في الميسلز. سبيسيفيك تريتمنت، للاسف مفيش سبيسيفيك تريتمنت، ملوش ولا انتي فايرال ولا انتي بايوتيك، مفيش حاجه. طب ازاي احمي؟ في بوست اكسبوجر فاكسينيشن، النون اميونايزد بيبل may be given الميسلز فاكسين حوالي 72 ساعه، في خلال 3 ايام من الاكسبوجر لو اتعرضت وانا مش متطعم ممكن اخد الميسلز فاكسين وبيبقى مايلدر سيمتومز. طب في الاميونوجلوبين اللي هو باسيف اميونيتي بقى، هدي الاميونوجلوبين ميسلز اميونوجلوبين، طبعا في الاميونو ديفيشنت او الاميونو كومبرومايزد within 6 days of exposure، لان احنا قلنا الانكيوبيشن بيريود من اسبوع لاسبوعين، فقدامي فرصه حوالي 6 ايام ابدا ادي الاميونوجلوبين. And treatment of complications، طبعا لو حصل secondary bacterial infection هدي broad spectrum antibiotics في الحالة. هنتكلم بقى عن ابن عمه الجيرمان ميسلز او الروبيلا او اسمه 3 days ميسلز. خلاص بالنسبة للروبيلا هو بيتعامل بالروبيلا فيروس، هو RNA فيروس. المود اوف انفكشن اورال، هو دروبلت انفكشن او ترانس بلاسنتال، ده اللي شاهر الجيرمينال الجيرمان ميسل. الجيرمان ميسل ده على فكره فيروس ضعيف مش بيعمل اعراض جامده، بس مشكلته بقى يعني الحصبه الالماني دي ان هو لو افكتد بريجننت ماذر هيتنقل عن طريق البلاسنتا وهيعمل سندروم عارفينها قوي هنعرفها دلوقتي. الانكيوبيشن بيريود من اسبوعين لثلاثه، انفكتيفيتي بيريود الميسلز كانت اربعه قبل واربعه بعد، دي اسبوع قبل الريش وخمس ايام بعد الريش. وكونجنيتال روبيلا سيندروم يعني الطفل بقى الام مثلا جالها في اول 3 شهور في الحمل جيرمان ميسلز خلاص، والطفل اتعدى بقى عنده حاجه اسمها كونجنيتال روبيلا سيندروم. الطفل اللي اتولد ده هيفضل معدي اب تو 1 يير
سنة هيفضل معدي. ليه؟ من كتر الفيرال ريبليكيشن اللي عنده في الكونجنيتال روبيلا سيندروم. يعني الروبيلا وانت بتكتبها دايما او بتفكر فيها اوعى تنسى الكونجنيتال روبيلا سيندروم. كلينيكال بيكتشر برضو برودرومال، الفيفر هنا مايلد بقى مش هاي جريد زي الميسلز، ومايلد كاتارال سيمتومز يعني ممكن مرشح حاجة بسيطة، حاجة مش زي الميسلز خالص. الموست كاركترستيك ساين هنا السيرفايكال لينفادينوباسي، زي الميسلز كنا بنقول الكوبلكس سبوتس، هنا السيرفايكال لينفادينوباسي مميزة جدا. الاكزانسم او الريش بيظهر برضو ماكيلو بابيلر ريش بس بيظهر على الفيس، التاني كان بيظهر بيهايند الاير هنا على الفيس خلاص، وبعد كده من تاني يوم بقى يبدأ ينتشر في الجسم كله، وعند تالت داي هيكون الراش ده راح، عشان كده اسمها 3 days ميسل. زي ما احنا شايفين هنا صورة اهي السيرفايكال لينفادينوباسي، وادي الماكيلو بابيلر ريش بتاع الجيرمان ميسلز. كومبليكيشن، احنا قلنا الجيرمان ميسلز نفسه فيروس اضعف، فهو نيورولوجيك كومبليكيشن زي الانكفالايتس زي الميسلز but less severe برضو less common. هيماتولوجيك مش هيعمل دي ايس، هيعمل اي تي بي بس حاجه بسيطه، بيعمل ارثرايتس دي مميزه قوي اوف سمول جوينتس، كارديتس، بيريكارديتس. كونجنيتال روبيلا سندروم بقى لو الام جالها جيرمان ميسلز في اول 20 اسبوع او اول 4 شهور من الحمل. الصورة دي مميزة جدا، هو عبارة عن أهم حاجة بيبقى عنده كاتركت مية بيضة، اللينس نفسها بتبقى بيضة، الطفل بيتولد عنده كاتركت زي ما احنا شايفين في الصورة كده، بيبقى عنده ديفنس اوديتوري ديفنس. كونجنيتال هارت ديزيز أي حاجة بس الـ PDA بيبقى مور كومن، إن هو بيعمل بروليفريشن للإندوثيليوم بتاع الدكت. بيعمل مايكروكيفالي طبعا لان هو بيأثر على البرين جراس، فبيعمل مايكروكيفالي يعني ايه؟ يعني حجم الراس هيبقى صغير، او هايدروكيفلس من كتر التأثير على البرين الميه هتتجمع في المخ ومنتال ريتارديشن. بيأثر على الليفر احيانا، بيعمل هيباتايتس. وشايفين صورة السكين مانيفستيشن اسمها بلو بيري مافن ريش. ايه بلو بيري مافن ريش؟ شايفين اللي هي بلو بيري مافن اللي انا بشاور عليها دي، بلو بيري يعني بالتوت، شايفين المافن اللي بالتوت ده شكل السكين اهو اللي جنبها بيبقى كده. ايه بلو بيري مافن ريش؟ هو كاركترستيك جدا ليها، بيبقى عن طريق بيبقى فيه هيماتوبويسز او تصنيع لخلايا الدم عن طريق السكين. طب ليه؟ لان هو بيروح يأفكت البومر وبيعمل بانسايتوبينيا، فبيبدا يحصل هيماتوبويسز في السكين ريشز دي خلاص. ومشهوره جدا البلو بيري مافن ريش، اه يعني عشان نكره البلو بيري مافن بعد كده احنا ما نرضاش ناكلها. طب الدايجنوزس زي ما عارفين كله بكلينيكال بيكتشر او انفستيجيشن، الدايركت فايرال انفيشن او الانتي بوديز بقى. في عندنا حاجه اسمها كانت بتستخدم قديما اسمها الهيماجلوتينين انهبيشن تيست فور ميسلز انتي بودي. يعني ايه ده؟ بيعتمد هيماجلوتينين انهبيشن، يعني ايه؟ بيمنع الاجلوتينيشن بتاع الار بي سيز. في شويه فيروسات كده لما تتحط مع السيروم تعمل منع لان الار بي سيز تعمل اجلوتينيشن مع بعض. فدي كانت فكره التست ده، ان هو الميسلز فيروس لما بيتحط بيمنع الاجلوتينيشن بتاع الار بي سيز. وبرده الادق الروبيلا سبيسيفيك اي جي ام طبعا، والديفرنشال دايجنوزس برده كل الاذر كوزز اوف فيفر ويز ريش. التريتمنت للاسف نو سبيسيفيك ثيرابي، بس الحمد لله ان في تطعيم البريفنشن اللي هو الميسلز مامس روبيلا فاكسين. نتكلم بقى عن يعني الاخ غير الشقيق لهم الفاريسيلا او تشيكن بوكس. تشيكن بوكس هو فاريسيلا زوستر فيروس، هو دي ان اي فيروس اللي فاتوا كانوا ار ان اي، ده دروبليت وكونتاكت ويز سكن ليجن. انا قلت ان الوحيد اللي الليجن بتاعته معديه هو التشيكن بوكس. الانكيوبيشن بيريود من اسبوعين لثلاثه، الانفكتيفيتي بيريود بس 1 داي بيفور الريش انتيل اول ليجنز ار كراستد. يعني ايه؟ احنا هنعرف ان الليجنز بتاعته دي عباره عن فيزيكال، يعني بتبقى معبيه ميه وبتبدا الميه تنشف وتعمل كراست طبقه قشر عليها كده خلاص، فبيفضل معدي لحد ما كل الليجنز اللي عنده تنشف وتعمل قشره اللي هي كراست. طب كلينيكال بيكتشر في النورمال تشين برودرومال بتبقى شورت، احنا قلنا يوم قبل الريش مايلد سيمتومز شويه سخونيه وانوريكزيا، وبعدين يظهر الاكزانسم او الريش. الريش بتاعها بقى بيظهر في الترنك سنترال الاول، اسمه سنتريبيدال، يعني ايه؟ بيظهر في الترنك الاول وعلى الشست، وبعدين يبدا لحد اللمس اسمه سنتريبيدال خلاص. بيبدا زي ما احنا شايفين كده حاجه معبيه ميه بليستر بابيول، وبعدين بليستر، وبعدين يعمل ألسر وكراست. بليومورفيك يعني ايه؟ يعني احنا قلنا احنا عندنا في مرحله اللي هو الفيزيكال، وبعدين بتبقى بليستر، وبعدين ألسر، وبعدين كراست.
كل المراحل دي بتبقى موجودة، عشان كده اسمه بلويمورفيك. all stages can be seen at the same time. بيبقى اتشي، طفل يا عيني بيبقى قاعد يهرش زي ما احنا شايفين اهو البروجريشن بتاعه، وان هي حبوب معبية مية زي ما احنا شايفين، وفي الاخر بتعمل قشرة خلاص. وعلى فكرة اللي جاله تشيكن بوكس وهو صغير لو حصل secondary bacterial infection الليجن بتسيب اثر. طيب الكلينيكال بيكتشر بقى مشكلته، احنا قلنا ده الطبيعي لو اميونو كومبرومايز بيبقى سيفير وديسيمينيتد بيرمننت كورس. الكومبليكيشن المفروض ان التشيكن بوكس او الجديري هيعدي من غير مشاكل ان شاء الله. احيانا اشهر حاجه بتظهر سكندري، طبعا هو بيهرش في الفيزيكال دي، فبيحصل بينقل فيها بكتيريا فبيعمل فيها سكندري بكتيريال انفكشن، غالبا بيبقى ستاف او ستريبت، هما الموست فريكوينت كومبليكيشنز. سي ان اس كومبليكيشن زي الانكفالايتس بتبقى جود بروجنوزس. اذر كومبليكيشن مشهوره قوي هنا الري سندروم. الري بقى بتظهر كتير جدا مع الفاريسل. ايه الري سندروم دي؟ اخدتوها في المفروض تاخدوها في الهيباتولوجي، لما الطفل يروحوا مدينه مسكنات نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري مع الفيرال انفكشن يروح على طول، او الاسبرين لما بياخد اسبرين بالذات الاسبرين باي نيم ياخده مع الفيرال انفكشن يروح مأثر على الليفر، يعمل هيباتيك افكشن جامد جدا، ولدرجه ان هو بيدخل احيانا في كوما. طيب وفي بيبرا ونومونيا رير كومبليكيشنز. كومبليكيشن في الاميونو كومبرومايز طبعا قلنا ان هو بي فيتال. الدايجنوزز بكلينيكال بيكتشر الانفستيجيشن ريرلي ريكوايرد، لكن ممكن اعمل ايزوليشن للفيروس فروم سكراب سكين ليشن. طيب التريتمنت الجنرال لاينز طبعا وهو عنده لازم، هو بيهرش وانا خايف يعمل سكندري بكتيريال انفكشن، الفينجر نيلز شود بي تريمد وديلي باثينج از ادفايزد، يستحمى كل يوم. بدي طبعا حاجات انتي بيوريتك لوكال وسيستميك انتي بيوريتك عشان اقلل الهرش ده، والانتي بيوريتك اي حاجه غير الاسبرين لان قلنا الاسبرين هيعمل ري سيندروم. السبيسيفيك تريتمنت بالذات في انتي فايرال اسايكلوفير بيتاخد اي في، وفي اورال برضو انديكيتد في الاميونو كومبرومايز، يعني لو هو اميونو كومبرومايز بدي اي في. المفروض ان احنا ما بنديش اورال في الحالات العاديه، بس احيانا بندي اورال اسايكلوفير. تريتمنت اوف كومبليكيشن طبعا انتيبيوتيك انديكيتد لو سكندري بكتيريال انفكشن اوكر. البروجنوزس فاريسيلا ان تشيلدرن هو سيلف ليميتد ديزيز، وانس جالك فاريسيلا انت عندك لونج لايف، هي لايف لونج اميونيتي، والاميون ديفيشنسي للاسف. هنكمل الجزء الثاني من المحاضرة مع بكتيريا الانفكشوس ديزيز بارت 2 إن شاء الله.